على فكرة يلا شبكم انتوا، دقوا على الطبول وسمعونا لحن حلو. يلا يا بنات. تعرفي ليش مبسوطة اليوم؟ لأنك رح تكتبي اسم حبيبي عايدي، وانتي بذات نفسك رح تكتبي اليوم. وانتي بتعرفي إنه فرحتك هاي ما رح تدوم لفترة طويلة ورح تنتهي عن قريب كتير. سعادتي ما رح تنتهي أبداً، بالعكس تماماً، حتضل صامدة مثل الجبل. بس حتى الجبال القوية ممكن إنها تنهار. شو رح يصمد وشو رح ينهار؟ مع الوقت حنعرف ونشوف. وبهي المناسبة انتي رح تجي وتكتبي اسم حبيبي وزوجي المستقبلي على ايدي اليوم، وحتى بتعرفي اسمه منيح، حيدر. بضحك تغلطي غزل، حيدر مانو إلك، وانتي ما بتستاهلي تتزوجي حدا. حيدر روح لعند دعاء. انتي هلأ لازم تروح تقعد جنب مرتك حيدر. روح. ما رح تحصلي على اللي بدك اياه، وبحب خبرك انه روهان رح يلغي العرس قدام الكل، وهذا وعد مني إلك. شو هالحكي هالدعاء؟ ليش عم تحكي هيك؟ شو صار لك هلا؟ حيدر أنا. اسمعيني منيح. لا حيدر، لا تزعل لدعاء، مو وقتها، في عنا ضيوف بالبيت مو حلوة بحقنا، لأنه هلأ ببلشوا يحكوا علينا. ولا تنسى الموضوع بخص سمعتي. لك أنت بنت سيئة، بكفي حاجة تمثلي علينا. بس بقى دعاء، هلأ بيسمعوكي، قلتلك سكري على الموضوع، هلأ اكتبي اسم روهانة عيدة وبعدين تعي معي. يلا حيدر أنا. عملي هالشي من شان ماما. طلعي على أمي دعاء، هي مبسوطة كتير. أنا ما بدي أنزع لفرحتها. لو سمحتي اعملي مثل ما عم قلك هلا، واكتبي اسم روهان عيد غزل وتعي معي. اكتبي اسمه، منبقى منحكي بعد ما تخلص الحفلة. مو وقت الاعلان، اعملي اللي قلتلك عليه. We'll be right back.